من منكم لا يزال يتذكر مسلسل الهروب من السجن بريزون بريك؟ أنتج المسلسل وعرض لأول مرة سنة 2005، واستمر حتى الجزء الخامس الذي عرض سنة 2017. أما في العالم العربي فقد تم عرض المسلسل مترجم على قناة NBC أكشن عام 2007، محققا شعبية كبيرة بين الجمهور العربي وفي العالم. اليوم أبطال المسلسل بريزون بريك مختفين وبعيدين عن الأضواء، فكيف أصبحوا بعد هذه السنين يا ترى؟ إذا كنت مهتم اضغط لايك واشترك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. الممثل الأمريكي روبرت نابر هو من مواليد سنة 1959. اشتهر بشخصية تي باك في مسلسل بريزون بريك منذ سنة 2005، وقد نال العديد من الجوائز بدوره تي باك. الممثل الأمريكي ويد ويليامز هو من مواليد سنة 1961. اشتهر بدور براد بيليك في مسلسل بريزون بريك. آخر ظهور له كان سنة 2017 في مسلسل القائمة السوداء. المخرج والممثل الأمريكي روكموند دينبر هو من مواليد سنة 1973. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1993، واشتهر بدور بنجامين مايلز. الممثل الأمريكي أموري نولاسكو هو من مواليد سنة 1970. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1999. اشتهر بشخصية فرناندو سوكوري. الممثل الأمريكي بول أدلستاين هو من مواليد سنة 1969. بدأ نشاطه في الفن منذ سنة 1990. لعب دور بول كيريلمان، وهو عميل سري مفوض من قبل رينولدز ليتابع إتمام عملية إعدام لينكولن. الممثل الأمريكي ويليامز فيكنر هو من مواليد سنة 1956. اشتهر بشخصية ألكسندر ماهون، وهو عميل خاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو مسؤول عن مطاردة هاربي فوكس. الممثل الأمريكي من أصول إيرلندية دومينيك بورسيل هو من مواليد سنة 1970. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1991. لعب دور لينكون بوروز المحكوم عليه بالإعدام على جريمة لم يرتكبها. الممثلة الأمريكية سارة وين كوليز هي من مواليد سنة 1977. اشتهرت بدور سارة تانكر ريدي، وهي طبيبة تعمل في سجن فوكس ريفر. قتلت في الموسم الثالث لكنها ظهرت مجددا في الموسم الرابع. الممثل الأمريكي من أصل بريطاني وينتورث ميلر هو من مواليد سنة 1972. بدأ التمثيل لأول مرة منذ سنة 1998، واشتهر سنة 2005 بشخصية مايكل سكولفيد. Run free and dive into the sky. Hear the